من هذا الخبر نذهب إلى خبر آخر على صفحات الوطن خاص بالثانوية العامة، والعنوان يقول مصدر: تسليم أرقام جلوس الثانوية منتصف مايو المقبل. التفاصيل على لسان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، قال أنه سيجرى تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل، وأكد أن طلاب الثانوية بيواصلوا ملء الاستمارات الورقية داخل المدارس حتى نهاية الشهر الحالي الشهر مارس، وأنه حوالي 460 ألف سجلوا بالفعل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. المصدر نفسه قال أن الطالب وولي الأمر بيوقعوا على إقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الامتحانات، وده ضمن التعليمات الواردة بالاستمارة. والمصدر قال أن الوزارة ستنتهي من نشر النموذج التجريبي الثاني للبوكلت الخاص بالثانوية العامة على الموقع الرسمي للوزارة خلال هذا الأسبوع.